السلام عليكم، صباح الفل، ازيكم؟ طيب زي ما انتم شايفين كده احنا النهارده موجودين في تويوتا ايجيبت عشان نتعرف سريعا كده على تويوتا فيلتا الفئه الاولى اللي انتم طلبتوها، لان في ناس كتير لما حضرنا حفل الاطلاق عملنا فيديو سريع كده مقارنه ما بين العربيتين الفئه الاولى والفئه الثانيه، وبعد كده عملنا فيديو تاني مفصل للفئه الثانيه، فناس كتير سالت على الفئه الاولى من العربيه اللي هي بتنزل بسعر. فالنهاردة بقى هنتعرف بسرعة كده على الفئة الأولى للعربية، هنتكلم سريعا على أبرز الفروق ما بين الفئتين اللي بتطرح بيهم العربية. أول فرق طبعا هو فرق السعر، عندنا دي في فرق حوالي 40,000 ما بين الفئتين. ال 40,000 دول بقى هتاخد بيهم إيه؟ هقول لك دلوقتي. مبدئيا كده خلونا نبتدي بمقدمة العربية. عندنا في المقدمة طبعا أول حاجة هنلاحظها إن ما عندناش فوق لايت أمامية، ده رقم واحد، ده هنا في الفئة الأولى. رقم اتنين، منظومة الإضاءة الأمامية بتيجي هالوجين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب الإضاءة الهالوجين دي الضبط بتاعها، ضبط مستوى أو ضبط الارتفاع بتاعها بيكون يدوي من جوه العربية، في الفئة التانية بيكون ضبط مستوى الارتفاع بتاعها أوتوماتيكي. فطبعا كده فرقين في منظومة الإضاءة الأمامية. الفرق الثالث في منظومة الإضاءة الأمامية كمان إن في الفئة التانية بيكون عندنا الـ LED Day Running Light أو الإضاءة النهارية اللي موجودة بتبقى LED، لكن هنا مفيش إضاءة نهارية خالص. طيب شكل الشبكة واحد في الفئتين، مفيش فيه أي اختلاف، وكذلك فتحات التهوية السفلية اللي موجودة هنا والديفيوزر الأمامي برضو مفيش فيه أي اختلاف. على مستوى التصميم بشكل عام في مقدمة العربية مفيش اختلافات ما بين الفئتين الأولى والثانية. طيب تعالوا بقى ندخل على الموتور. الموتور بتاع العربية هو برضو نفس الموتور في الفئتين. ثانية واحدة كده نحاول نفتحه اهو. طيب عندنا بطانة موجودة هنا، لكن اظن مفيش تصريح اسفل المحرك زي ما باين كده قدامنا، ونفس الموتور الموجود في الفئتين برضو مفيش فيه اي اختلاف، اللي هو الموتور الـ 1500. طبعا تنفس طبيعي، بتوصل على حركة اوتوماتيك 4 سرعات، بيطلع 103 حصان وبيطلع 138 نيوتن متر عزم. طيب ده كده ما يتعلق بالموتور. هتلاحظوا هنا السبيكس شيت بتاعت العربيه، عندنا الابعاد بتاعت العربيه، الطول الاجمالي 449 ملي متر، يعني 4 متر 49 سنتي، والعرض ده الابعاد ماشي تمام. طول قاعدة العجلات 2 متر حاجة و60 على ما أذكر، هو مش مكتوب هنا في السبيكس شيت، لكن طول قاعدة العجلات 2 متر حاجة و60 برضو لو حد عايز أو مهتم يعرف المعلومة دي. وسعة خزان الوقود أو سعة البنزين، تانك البنزين 43 متر. طيب الجنوط برضو من ضمن الحاجات المختلفة، هتلاحظوا هنا إن الجنط بيجي طاسة، جنط حديد مع طاسة مقاسه 15 إنش، البروفايل الكاوتش 135 على 258. طيب 258 على ما اذكر 258 185 على 65 ايه الارقام اللي انا قلتها دي؟ طيب ما علينا. ده كده بروفايل الكاوتش، وزي ما احنا شايفين زي ما قلت لكم بتبقى عباره عن جنط حديد مع طاسه. ارتفاع العربيه عن الارض تقريبا في حدود 13 سنتي، لكن ده مش رقم اكيد. برضو من ضمن الحاجات اللي هتلاحظوها ان ما عنديش كيلس انتري او دخول عربيه بالبصمه، ده موجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى، فهتلاحظوا ان هو هنا بيجي بالمفتاح. رقم اثنين، عندنا كمان المرايات الجانبيه في الفئتين بتكون فيها اشارات جانبيه LED، ولكن الاشارات المرايات الجانبيه هنا قابله للضم يدويا مش كهربائيا زي ما موجوده في الفئه الثانيه. عندنا الازاز الخلفي بيجي مش فامي، يعني عادي ازاز خلفي عادي، وكذلك المقابض بتاعت الابواب بتيجي بنفس لون العربيه زي ما احنا شايفين. مساحه الشنطه، مساحه الشنطه 478 لتر مستغله بشكل كامل، سواء في الابعاد بتاعتها على الجنبين او حتى في العمق بتاعها بشكل عام. في جزء سفلي موجود هنا اللي فيه الاستبن والعده الخاصه بيه، ده برده موجود في الفئتين ومفيش فيه اي اختلاف. لكن مفيش عندي مثلا في وحده اضاءه صغيره موجوده هنا اهي زي ما احنا شايفين، لكن مفيش مثلا فتحات 12 فولت او اي حاجه، والكنبه واضح ان هي غير قابله للطي علشان تزود مساحه الشنطه. طيب من ضمن برضو الاختلافات في ظهر العربية، هو في حد معلق البتاع من جوه الزرار. من ضمن الاختلافات برضو في ظهر العربية، هنلاحظ منظومة الإضاءة الخلفية بتيجي هالوجين بالكامل في الفئة الأولى، سواء الإضاءة الرئيسية بتاعت الفانوس أو الإضاءة بتاعت الإشارات أو الإضاءة بتاعت الريفرس أو إضاءة الفرامل. هنلاحظ كل الإضاءات اللي موجودة في العربية بتيجي هالوجين، ومفيش سنسور ركن خلفية في الاكسدام الخلفي، ومفيش كاميرا خلفية، ودي برضو أحد أبرز الاختلافات ما بين الفئتين من ناحيه ظهر العربيه. طبعا الفئه الثانيه بيكون فيها كاميرا خلفيه، بيكون فيها سنسور ركن خلفيه، والاضاءه الخلفيه بتكون هالوجين.
لاحظ هنا عواكس اضاءه موجوده هنا، والتصميم على مستوى التصميم برضو واحد في ظهر العربيه ما بين الفئتين، مفيش فيه اي اختلاف. تعالوا نركب كده جوه. طيب الماتيريال المستخدم مبدئيا هو القماش، وده موجود في الفئه الاولى، لكن في الفئه الثانيه بيكون من الجلد. المستوى المساحات صراحه ممتاز جدا بشكل عام، يعني في العربيه عندنا هنا مساحه ركبه كبيره. هطلع دلوقتي قدام برضو عشان نشوف المساحة، لو جيت من عند ناحية السائق برضو بنشوف إذا كانت المساحة كويسة ولا لا. المساحة برضو من عند ناحية السواق برضو واسعة بشكل كبير، فده طبعا حاجة مميزة جدا في العربية الحقيقة. عندنا فتحة تكييف خلفية مع فتحة 12 فولت موجودة هنا، ودي موجودة من الفئة الأولى كتجهيز قياسي. مفيش نفق فتيس، ودي برضو من ضمن الحاجات المميزة جدا. هرفع في النص كده عشان نشوف العربية، برضو المساحه جميله جدا في النص، مع كمان الروف روم او الهيد روم، برضو المساحات فيه معقوله جدا. طيب عندنا مسند ايد موجود هنا، مسند ايد خلفي في الفئتين، ومعاه 2 كاب هولدر برضو موجودين، لكن زي ما قلت لكم هنا الكنبه غير قابله للطي 40 60 عشان تزود المساحه. لكن عندنا احزمه امان، ومفيش ايزوفيكس او اماكن تثبيت مقاعد الاطفال في الكنبه الخلفيه. طبعا ده هياخدنا بقى لايه؟ للماتيريال المستخدم في الابواب. الابواب هنا نلاحظ ان الماتيريال المستخدم فيها بالكامل كل ده بلاستيك، مع ترم من البلاستيك الرصاصي اللامع شويه، مع هنا بلاستيك، لكن بطن الباب بيجي من القماش، الجزء ده بيجي من القماش، وكل ده بقى الباقي بيبقى من البلاستيك، ما عدا برده مخدع الكوع اللي موجود هنا، ده بيبقى واخد طبقه، يعني هو بلاستيك واخد طبقه جلد كده علشان تديك احساس بالنعومه شويه، مع مساحه التخزين طبعا الموجوده هنا. طيب تعالوا بقى نطلع قدام، واحنا قدام كده نتكلم على عم السلامه والامان. هو في حد بس جوه؟ طيب ثانيه واحده. لا لا ولا يهمك. طيب تعالوا كده نركب قدام. مبدئيا هتلاحظوا انه المرايات الجانبيه اهي دي، ده الزرار الخاص بيها للضبط، يعني الضبط بتاعها بيكون كهربائي خلاص، لكن الضم بتاعها بيكون يدوي. وهنا عندنا الوحدات الخاصه بالتحكم في الازاز بتاع الاربع ازاز بتوع العربيه، لكن هنلاحظ بتاع السواق بس هو اللي بيكون اوتوماتيك. الماتيريال برده المستخدم هنا بيبقى كله من البلاستيك، ما عدا الجزء ده بيبقى من القماش. وعجله القياده هي بتبقى مالتي فانكشن زي ما احنا شايفين، وهنا وحده التحكم في وحده الانفوتيمنت سيستم، اللي هو طبعا بيبقى عباره عن راديو مع وحده سي دي موجوده هنا، سي دي تشانجر على ما ولا سي دي واحد مش عارف، لا هو سي دي واحد اعتقد. وعندنا طبعا هنا التحكم في الصوت مع مجموعه الازرار الخاصه بالتحكم في الانفوتيمنت سيستم بشكل عام. وحده التحكم في التكييف بتبقى برده عباره عن بكر مع ازرار موجوده هنا، وطبعا وحده التحكم عاديه خالص بتبقى مانوال، ما فيش فيها اي حاجه او اي اوبشنز اضافيه. برده في عجله القياده هنا هنلاحظ ان في مجموعه ازرار في ورا مقود عجله القياده الموجوده هنا. طبعا الازرار دي بتبقى التحكم في البلوتوث وقفل وفتح المكالمه لو وصلت التليفون بتاعك بالعربيه. شاشه الاعدادات بتيجي انالوج بالكامل، مع شاشه صغيره خالص موجوده اهي، اللي هي الجزء ده دي شاشه صغيره خالص بتديك المعلومات الاساسيه الخاصه بالعربيه، اذا كان معدل استهلاك البنزين او اي حاجه متعلقه بالعربيه. هنلاحظ برضو ان مؤشر السرعه موجود هنا، في تحت منه مؤشر صغير كده اللي هو بتاع البنزين، ومؤشر الار بي ام في تحت منه مؤشر صغير هنا اللي هو مؤشر الحراره. بشكل عام ده شكل الطابلو بتاع العربيه، بيبقى من هنا كل ده بلاستيك، كل ده بلاستيك مع تريم موجود هنا من البلاستيك الرصاصي اللامع، وده كله كمان من البلاستيك. جلوفز بوكس مساحته معقوله جدا الحقيقه، ما هياش وحشه خالص. وهنا عندنا طبعا وحده الانفوتيمنت سيستم، طبعا هنا في الفئه الثانيه بيكون في شاشه 7 انش تاتش سكرين ابل كار بلاي اندرويد اوتو، لكن هنا في الفئه الاولى بتكون زي ما احنا شايفين راديو مع سي دي. واعتقد حتى ما فيش فتحات، انا مش شايف فتحات يو اكس خالص في الموضوع، ولا فتحات يو اس بي. يعني هنفتح دلوقتي نقشر هنا كده ونشوف. هنا طبعا وحده التحكم في التكييف، وهنا كمان عندنا وحده صغيره كده موجوده فيها فتحه يو اس بي ويو اكس مع بعض. طب كويس جدا اهي موجوده هنا، وعندنا فتحه 12 فولت موجوده. يبقى كده عندنا فتحه يو اكس، فتحه 12 فولت، وفتحه يو اس بي تايب اي موجوده، ومساحه تخزين لطيفه جدا موجوده هنا
وعشان الموبايل مثلا لو هتحطه، واتنين كاب هولدر، وممكن اغطيهم بقى كلهم لو انا مش محتاج اي حاجه فيهم اغطيهم بالشكل ده، فبتدي منظر شياكه برده للكونسول الوسط. عصايه نقل الحركه موجوده هنا مع فرامل الايد اليدويه اللي شايفينها قدامنا، مع مسند الايد اليدوي او مسند الايد الغير قابل للاطاله عفوا، وفي تحت منه مساحه تخزين لا تذكر، يعني مساحه يا دوب على قد كف ايدي بالظبط، يعني مفيش حاجه اكتر من كده، ممكن تحط فيها كوينز مثلا او حاجه يعني. طيب بالنسبه لعامل السلامه والامان في العربيتين او في الفئتين، في العربيه هنا واحده مفيش فيها اي اختلاف، عندنا اتنين ايرباج، ايرباج اماميه للسائق وايرباج للراكب الامامي. وبالنسبه لانظمه الفرامل برضو عندنا الاي بي اس او نظام التحكم في انغلاق الفرامل، والاي بي دي او توزيع الكتروني الفرامل، ما عندناش اي اس بي او نظام الاتزان الالكتروني، ده مش موجود في العربيه في الفئتين. ما عدا ذلك بقى بقيه الحاجات بقى اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي التجهيزات الخاصه بالانفوتيمنت سيستم والتجهيزات الخاصه ب العربية بشكل عام سواء خارجية او داخلية. لاحظ برضو هنا البقرة بتاعت التحكم في مستوى ارتفاع وحدة الاضاءة. طيب كده نكون سريعا يعني القينا نظرة على الفئة الاولى من العربية. زي ما قلت لكم احنا كنا عملنا في حفل الاطلاق، عملنا الفيديو خاص بالفئة التانية، ودي كده الفئة الاولى. نشوفكم على خير ان شاء الله في عربية جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.